ساهم في التشريع والرقابة وعبر عن رأيك. مارس حقك الدستوري في العملية الديمقراطية. شارك في صنع القرار وكون النائب 41. آرائك واقتراحاتك محل اهتمام المجلس. خدمة النائب 41 هي خدمة أطلقتها الأمانة العامة لمجلس النواب لتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وهي خدمة متوفرة في موقع مجلس النواب الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، تسمح للمواطنين بممارسة الدور التشريعي والرقابي لأعضاء مجلس النواب عبر المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في التشريع والرقابة واقتراح المواضيع والملاحظات وإيصالها لمجلس النواب وأعضائه ولجانه بشكل مباشر.